قال سفير مصر لدى جنوب إفريقيا أحمد الفاضلي إن دعوة مصر للانضمام إلى عضوية مجموعة بريكس تعد بمثابة تتويج لجهد دبلوماسي سياسي مصري كبير استمر لعدة أعوام. وخلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري شدد الفاضلي على أن مصر حرصت على توطيد علاقاتها الثنائية مع الدول أعضاء التجمع وأيضا مع التجمع ككل. دعوة مصر إلى الانضمام لعضويته ده نعتبره تتويج سياسي ودبلوماسي مصري كبير وهادئ استمر لعدة أعوام. حرصت خلاله مصر على توثيق علاقاتها ثنائيا مع الدول أعضاء التجمع وأيضا مع التجمع ككل من خلال المشاركة في الجلسات التي دعا إليها التجمع اعتبارا من عام 2017 في إطار كانت صيغة البريكس. وانضمت أيضا مصر إلى بنك التنمية الجديد عام 2021.